يعني الأيام الحلوة بتعدي بسرعة، لكن من 13/7 للنهاردة استمتعنا بأحداث مختلفة تماما عن كل المهرجانات اللي شفناها في مصر، سواء المهرجانات الفنية تحديدا. هي دقائق ويسدى الستار ليعلن اختتام فعاليات مهرجان العالمين الترفيهي اللي بيعتبر أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط واللي امتد على مدار 50 يوم. النهاردة حفل الختام هيكون للفنان الشاب ويجز، وهنروح مباشرة للعالمين نعرف الأجواء عاملة إيه في آخر ليلة مع مراسلنا من هناك أحمد الحسيني. أحمد مساء الخير. يعني النهاردة ختام المهرجان اللي احنا قعدنا معاه مستمتعين على مدار الأيام دي كلها. مهرجان كبير جدا، مهرجان وأجواء رائعة. يعني خلينا نتكلم في البداية عن الجو هنا في مدينة العالمين. جو جميل جدا جدا جدا، مفيش أي إحساس بالدرجات الحرارة طبعا زي القاهرة ومحافظات طبعا الأخرى. النهاردة يمكن في حفلة ويجز، هو لسه طبعا ما طلعش على المسرح، ولكن في إقبال كبير جدا من الجمهور. يمكن من أول مدخل مدينة العالمين لغاية هنا ازدحام طوابير، سواء من العربيات أو من الجمهور من المواطنين اللي طبعا كانوا حريصين ان هم ييجوا حفلة ويجز هنا، لان هو طبعا ليه اقبال جماهيري كبير، خاصة طبعا من فئة الشباب. يمكن دلوقتي في على خشبة المسرح وضمن فعاليات مهرجان العالم عالمين بيتم عرض مجموعة من الفرق الغنائية والموسيقية، وبعد شوية هيطلع ويجز على خشبة المسرح بأغانيه الشبابية ويمتع جمهوره ويمتع كمان مهرجان العالم عالمين. خليني أقول لك إن فعلا من يوم 13 يوليو زي ما ذكرت يا يوسف لغاية النهاردة احنا بنتكلم في 51 يوم، يعني 52 يوم، وبكرة كمان في حفلة تانية لشارموفلز، ويمكن هي دي اللي هتكون ختام الفعاليات المهرجان. هيتم بيها أيضا مجموعة من الفرق الغنائية برضو اللي هتشارك مع شارموفرز في الغناء، وكمان ليهم حضور قوي جدا من الجمهور. فبالتالي احنا بنتكلم عن مهرجان مش بس هو مهرجان فني، لا ده مهرجان ترفيهي رياضي. طبعا كان في فعاليات رياضيه كبيره جدا، يمكن المهرجان نفسه العالم عالمين ابتدى او تم افتتاحه بالكره الشاطئيه او بمنافسات الكره الشاطئيه، واللي شارك فيها كمان عدد كبير من نجوم الكره زي ما شاهدنا طبعا وتابعنا ونقلت عدسه القناه الاولى فعاليات المهرجان من اليوم الاول لغايه النهارده اليوم قبل الاخير. وطبعا بنتابعه معاكم. وكمان انا عايز اقول نقطه مهمه جدا، ان مدينه العالمين اختلفت وتحولت. يمكن كنت لسه بتكلم مع عدد من الجمهور والمواطنين اللي جم هنا. انا دلوقتي موجود في منطقه الممشى، في كتير طبعا من الجمهور بيجوا هنا والمواطنين بيجوا يتمشوا في المنطقه هنا. وطبعا هي منطقه يعني لو وصفتها كلمات اقل من توصف جمال وروعه هذا المكان يوسف فعلا. يعني يمكن الكاميرا هي اللي هتنقلها بصدق وعن حق روعه الجمال هنا. الناس هنا فعلا منبهرين بكل حاجه، منبهرين بالجمال، منبهرين بحجم الحاجات دي طلعت امتى وازاي ظهرت، وبالجمال والروعه. احنا عندنا مدينه ساحليه عالميه تضاهي كل المدن على المستوى الارض كلها ومستوى العالم كله. فعلا مدينه العالمين ومهرجان العالم عالمين هو فعلا ينافس كبرى المدن العالميه، المدن الساحليه. احنا بنتكلم عن مدينه ساحليه تمتد ساحلها على مدار او على طول 14 كيلو متر. وطبعا فين بقى العالمين كانت قبل كده زمان واصبحت ازاي دلوقتي؟ هو ده او هي دي الجمهوريه الجديده. ليك يوسف مره ثانيه. فعلا زي ما قلت المنظر والجو رائع، اذا كان احنا بنشوفه من الشاشات كده فما بال اللي راح هناك على مدار 51 يوم. زي ما قلت يا احمد الموضوع كان مختلف، كنا في حاله ثانيه تماما. الشركة المتحدة جمعت كل المشاهدين حوالين التلفزيونات ننتظر الحفلات اللي بتتنقل من العالمين. يعني حالة ما عشناهاش من سنين طويلة. كنا بنشوف مهرجانات صحيح في مصر، مهرجانات فنية، لكن مهرجان بالضخامة دي وبالشكل ده يعني كان موضوع يدعو للفخر حقيقي. أنا بشكرك جدا زميلي أحمد الحسيني من العالمين.